في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي، رامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، ده خط دفاع النادي الأهلي. أما خط وسط النادي الأهلي اليو ديانج وعمرو السولية، وثلاثي في الناحية الهجومية وليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي، وفي خط الهجوم مروان محسن. البدلاء اليوم شريف إكرامي، محمود متولي، علي لطفي هيكون هو اللي متواجد بديلا لشريف، بديلا لمحمد الشناوي، وشريف إكرامي هيكون خارج القائمة تماما، ومحمود متولي ومحمد هاني ومجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم. ده التشكيل الرسمي للنادي الأهلي. خليني أقوله لحضراتكم مرة تانية: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، أيمن أشرف ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، ثم أليو ديانج وعمرو السولية اثنين في وسط الملعب، من أمامهم وليد سليمان، وعلى اليمين هيكون جيرالدو دا كوستا، وعلى الشمال هيكون جونيور أجايي. وخط هجوم النادي الأهلي مكون من مروان محسن كراس حربة وحيد لهذه المباراة. علي لطفي